قطر فيه محيط ومحيط عندنا احنا والساتو ضد الناتو والساتو بتاع الجماهير. عمركم شفتوا جماهير بهذا الشكل اللي كانت ضدكم؟ بس انتم جماهيركم ضدكم في الشوارع واحنا نشوف الجماهير. الا اما انتم يا اخوتي نوجه الخطاب لكم، انتم تبغوا تنهوا الازمه هذه راهو الحل بيدكم انتم. مثل ما زحفتوا توا على الساحه الخضراء وتظبطت الشوارع وجيتوا من كل حد وصوب تزحفوا على الجبل الغربي ايش اللي الفرنسيين سقطوا لها سقطوا عليهم سلاح في المظلات، تاخذوا منهم سلاح تسكوه منهم تعفوا عليهم اعفوا ما بتعفوا انتم حرار. والجبل الغربي تزحفوا عليه بمليون يتم تطهيره الى غايه الهيبه. وتنتهي هذه المشكله وعائلاتنا اللي في تونس اللي بيات الان في تونس هربات من 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 هربات من 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 الخونه والطابور الخامس اللي تو طلعوا كانهم جنود لفرنسا. هذول مرتزقه لفرنسا خونه زي اللي كانوا خونه مع الطليان بالضبط. الان طلع ان هم مع الجيش الفرنسي كانكم بتحاربوا في الجيش الفرنسي في الجبل الغربي وقتلاهم قتلانا في الجنه وقتلاهم في النار. من اللي يوصلكم لهالوضع؟ الخونات اللي خانوا من الحلف الأطلسي. أزحفوا عليهم بسرعة، لازم تزحفوا على الجبل الغربي وتطهروه شبر شبر وبعدين تحرروا مصراته بنفس المليون. يزحف عليه مصراته يحررها شبر شبر، تحرروا عائلات مصراته التي تستغيث، مصراته تستغيث. أزحفوا عليها بدون سلاح بدون سلاح بدون سلاح. أزحفوا عليه مصراته، فكوا السلاح، جردوهم من السلاح، العصابات هذه جردوها من السلاح، وتحرروا مدينة أسراته اللي فيها موانيكم وفيها تمويكم وفيها مصنع الحديد والصلب متاعكم. النفط إذا مس حد في البريكة وإلا في الواحات وإلا النفط اللي يجي لوصفات الزاوية إذا مس حد يجب تزحفوا عليه بالمليون. ما فيش لعبة مع النفط، النفط هذا هو وقودكم وحياتكم وحياة أولادكم. لابد من تأمينه بالشعب بالجماهير. مليون يزحف على النفط لكي يؤمن النفط غربا أو شرقا شمالا أو جنوبا. استعدوا رجال ونساء، رجال ونساء استعدوا لحسم المعركة. حسمها سيكون بيدكم وحيكون النصر قريب إذا أنتم صممتم وزحفتم مثل هذه الزحوف. زحفتم على هؤلاء زحفتم على هؤلاء الذين يساندوا حلف الأطلسي. بعدين حلف الأطلسي معاش يرجع على من يتكي، معاش يرجع على من يعول في الداخل. يعرف انه امامه شعب واحد متحدي شجاع يستسلم من حلف الأطلسي ويولون الادبار. اذا الحل بيدكم، تقدر تحسم المعركة في ايام محدودة وينتهي القصف وينتهي الحصار وينتهي كل شيء عندما انتم تسيطروا على الارض من اقصاها الى اقصاها. عندئذ يجوا يقول لكم خلينا نتفاهموا معكم ما دام انتم اصحاب الارض اصحاب السياده واحنا كنا غلطانين ما نحسبوش الشعب الليبي بهذا الشكل. هذه الحاله ستنتهي، سيستسلموا وستنتهي المعركه بيدكم. المعركه في النواب بيدكم. شكرا، شوف يدك انا شوف انت شوف يدك. شكرا شكرا عشت شفت شوف النسوان شي كاتبات على يدي وانتم غادي يلعنوا فيكم شعوب تلعن فيكم. المعركة يا سادة انهوها بسرعة انهوها بسرعة، ما هيش معركة جيش نظامي، لا هذه معركة داخل البيوت داخل العائلات. عصابة تجي لعمارة تحتلها وتدير من البشر دروع بشرية داخل الأطفال وتديرهم بالدروع بالتاريخ تدخل العمارات. شكرا يا شكرا شايفك انا شايفك خلهم يشوفوا نعم خلهم يشوفوا في اوروبا وفي امريكا في العالم كله خلهم يشوفوا. يجب ان نحن ننهي المعركه بسرعه والمعركه بيدنا احنا. هم بيتفاوضوا معنا تفاوضوا اهلا وسهلا، ما بيش تفاوضوا احنا بننهي معركه بتاعتنا. الله وهم خاسرين ويعرفوا من اعتبارهم من اليوم
ما عندهمش أمل في المرتزقة، ولا يسقطوا سلاح بالمظلات، ولا يسقطوا القنابل ولا الصواريخ. هل يجربوها 100 يوم وطلعت كلها فاشلة، ما فيش إلا يخرعوا ليرات الشعب الليبي. إذن بسرعة أزحفوا على الجبل وأزحفوا على مصراتة، حينتهي كل شيء. بنغازي هذه آتي إلى محالة، بنغازي خلاص. الشعب كل يوم كل يوم انتفاضات، وكل يوم تفجيرات، وكل يوم يعني هذه خلاص الخونة ما عاش لهم وجود. هذا هو عملهم سركوزي، هذا هو اللي معين، هذا هو اللي معينهم بيحكموا الشعب الليبي. معقولة كلام فارغ؟ استعدوا رجال النساء للزحف قدام العالم، مثل ما زحفتوا تو، أزحفوا بكرة وبعد بكرة، وأزحفوا كل الأيام الجاية على أي كل المواقع اللي فيها الخونة وفيها الطابور الخامس وفيها المرتزقة اللي يقتلوا في أولادكم. في كل يوم، كل يوم يقتلوا في أولادكم بطائرات حلف الأطلسي وبحماية طائرات حلف الأطلسي. زكوا منهم السلاح، جردوهم من السلاح بسرعة. كل القبائل تزحف، كل الجماهير تزحف، الرجال والنساء. نحن نقوم بواجبنا أمام التاريخ، ولا نخون ماضينا العظيم، ضحيات أجدادنا، ولا نخذل أولادنا وأحفادنا، ولا نخذل المستقبل، ولا نخون الماضي. هنا الشجاعة وهنا الكبرياء. نحن أصحاب حق، نحن في أرضنا، أرض أجدادنا، لا نتركها أبدا، ونموت من أجلها. هذا هو واجبنا، هذا هو واجبنا. المجد لكم، المجد لكم أيها الشجعان، المجد لكم أيها الليبيون. هذا هو المجد، هذه الشجاعة، هذه الكبرياء. إلى الأمام، إلى الأمام، الكفاح مستمر حتى النصر.